برجع بصباحكم بالخير مشاهدينا. فقره ويلنس لليوم رح تكون مع هيفا ملاعب، لايف اند ستريس كوتش. اهلا وسهلا فيك هيفا، هلا فيكي، شرفتينا. شكرا لك، يسعد صباحك. ثانك يو لك. اليوم مواضيع مختلفه شوي عن اللي سبق ونحن طرحناها سوا هيفا. رح نحكي عن الذكاء، وانما هالمره الذكاء العاطفي. مزبوط. صار في ذكاء اصطناعي وصار في ذكاء اكاديمي. الارتفيشال انتليجنس كثير بينحكى فيها هلا، والايموشنال انتليجنس اللي هو الذكاء العاطفي مطلوب بكل حياتنا، بشغلنا وبحياتنا اليوم. أكيد. شو يعني ذكاء عاطفي؟ أول شيء الذكاء العاطفي اللي نحن إذا حدا بيسمع فيه emotional intelligence، ونحن كتير بنسمع IQ. الIQ هو الذكاء اللي عنا، اللي كان يعتبر هو أهم شيء بالحياة. إذا عندي IQ أنا إنسان successful، ناجح، بشتغل، حياتي منيحة. من سنة التسعين تقريبا 85 انعمل دراسات ولقوا أنجح عالم مش اللي عندهم IQ، اللي عندهم شيء اسمه IE emotional intelligence، واللي هو الذكاء العاطفي. هو كيف نحن بنقدر نتحكم بمشاعرنا، يعني نعمل لها مانجينج، لا نقدر نوقفها ولا انه نزيد العواطف، بس نقدر نتحكم بعواطفنا كرمال نوصل لخمس شغلات هن الاساسيه. كيف بنعمل سيلف مانجمنت، يعني بنعمل كنترول لحالنا كلنا، كيف بيكون عندنا سيلف اويرنس، وعي ذاتي، كيف بيكون عندنا وعي ذاتي بالتعاطي مع الناس ومع حالنا اكيد النا، وكيف بيكون عندنا احسن علاقات ريليشن شيب، كيف بنتعاطى مع الناس. فأنا بهي الطريقة لازم استعمل عواطفي، مش بس أنا كيف بفكر، مش اللوجيك تبعي. اوكي، لانه الاي كيو يمكن بخولك تروحي تشتغلي باعمال فيها كثير، يمكن ماث، فيها كثير حسابات، فيها شيء لوجيك، الوعي المين اللي بيشتغل، بس ما بخليك تعرفي تتعاطي مع الناس. مزبوط. هونيك عندهم فرايتي اوسع انهم يحققوا اهدافهم بطريقه احسن. ليك بلانش، الاي كيو هو قد ايه عندي معلومات ومعرفه براسي. أوكي. وفي ناس عندهم اي كيو كثير عالي. تست تبعها فحص بنعمل فحص، ونحن بنشوف خاصه بالمدارس او بالشركات لتسي او بالعالم، بتشوفي اف هيدا شو ذكي. نحن بنقول كلمه ذكي بس ما بنحدد ذكي، عنده ذكاء، بس احيانا بيكون كثير ذكي مثل بالمدرسه جايب 20 على 20 بس بالشغل تبعه بشغله ما انه انسان ناجح. بالعلاقات مع العالم نقول اف هالقد هيدا قد ما معلم مش قادر يعطي، يدي عن ذكي. لانه ما عنده ايموشنال انتليجنس. اوكي، والايموشنال انتليجنس ما بنخلق فيها غير الاي كيو اللي الناس بتخلق، بنتدرب وبنتعلمها مع بحياتنا. حلو. فهيدا الشيء المنيح. وهلا من سنه ال 85 قلنا او 90 في عده سايكولوجيست اشتغلوا فيها، في واحد اسمه جولمان عمل كثير دراسه على عالم ناجحه بالشغل، وهو اول ما بلش يحكي مينلي عن الايموشنال انتليجنس ويوسع ويحكي يعني كيف فينا نحن نوصل لها، شو لازم نعمل، كيف يعني كيف بتعلمها. أوكي. لانه هي اللي بتساعدني انجح، حسن علاقاتي وارتاح مع نفسي اكثر. كيف بقدر صنف انه هيدا انسان مزبوط عنده ذكاء عاطفي قوي؟ شو المؤشرات يلي بتبين عليه؟ في كثير مؤشرات، من بيناتهم بشوفه انه قد ما صار حوله قادر يعمل تحكم، يتحكم بحاله، يتحكم بمشاعره. يعني انت قاعده مع حدا كثير مزعوج ومضايق ما بتنقلي، بتكوني انت في تعاطف معه بس ما عم بتكوني مثله دغري، يعني قادره تتحكمي بمشاعرك، تاخدي وتعطي معه من دون ما تنقلي عليك، عم تفهمي؟ عم بتقدري تفهمي الشخص اكيد بس من دون ما تنقلي هالشيء عليكي. نعم. نفس الوقت اذا انا كنت كثير مضايقه او مزعوجه ما اعطي هيدا الازعاج واللي عندي لشخص حدي، يعني أوكي. بعمل كنترول على حالي وبعمل كنترول على اللي حولي، بمعنى ما بنقول كل شيء منهم لإلي. يعني هيدا انسان اذا كان عنده مشكله بعائلته ونزل على شغله، مشكله عائلته ما بتاثر على انتاجيته 100%. هيدا ذكاء عاطفي، هيدا واحد من الكورنرز او البيسك ثينجز بالذكاء العاطفي. كمان قلنا نحن عنده ريليشن شيب سكيلز، بيعرف دبلوماسي، نحن بنقول بالتعاطي، او ليفلر، يعني بيقدر ياخذ مع اي شخص من دون ما هو دايما ياخذ الامور بطريقه شخصيه، يعني عنده ذكاء بهالامور، بحسن بحياته كثير. أوكي. وبيعمل لنا كنترول. بدي اقول بس شغله، سوري بلانش، انه الايموشنز العواطف بتاثر على الافكار. صح. والافكار بتاثر على التصرفات، ما هن كورنر هيك مثل مثل المثلث. فدايما الايموشنز اذا كانت مزبوطه، عواطفي قادر اعمل لها مانجمنت، قادر اعمل لها كنترول، بأثر على تصرفاتي وعلى افكاري. اوكي، اذا الايموشن تبعي انا حابه هيدا البروجكت، كيف بكمل هالمثلث؟
انا عندي مقتنع او حابه هذا البروجي بدي اعمله. بس تكون انت عواطفك، ما انا دائما بعطي مثل، يوم اللي بتكوني مرتاحه من جوا انت الايموشنز تبعك كثير منيحه، بتحسي حالك اوف عم بعمل كثير قصص من دون ما تقولي لي. تعي انت تكوني داون وعندك افكار سلبيه وقاعده، بتحسي اوف ما لي خلق لا اقوم ولا احكي ولا اعمل شيء. يعني شوفي قد ايه اثرت على تصرفاتك. فمن هون نحن لازم نشتغل على مشاعرنا. أوكي. نقدر نعمل لهم سيلف مانجمنت، نقدر نعمل مانجمنت، نتحكم بمشاعرنا. مش يصير الزعل فرح بنفس الدقيقه، لا، فينا يضلنا زعلان اكيد، بس هيدا هو الكنترول يلي انت عم بتقصه. مزبوط. كيف بنفصل انه متى انا اذا زعلان هيدا الحدث بزعل؟ اوكي، كل العالم بتزعل علي يمكن ساعتين ثلاثه يمكن يوم، بس مش ببقى زعلان علي شهر. يعني انا ما كبتت شعوري، بس عرفت اتحكم فيه على الوقت اللي لازم انا ازعل عليه او اتضايق منه. فهون انا بكون عم بعرف اعمل مانجمنت. اذا حدا الله لا يقدر، يعني دايما بقول اذا صار في موت، اللي هي اكثر شيء بتزعل احيان، موت شخص بعرفه بس مره بالسنه بشوفه، ما بزعل عليه مثل ما يكون شخص عم شوفه كل يوم. ما بقعد بعقد حياتي وبصير اقول حرام ويا حرام، وبصير بحضر عنه فيديوز، بصير بحضر عنه اخبار. هون انا ما عملت كنترول للايموشنز تبعي، ما عرفت فرق وكيف لازم استعملهم. اوكي، بس هذا ما بيحولني لشخص منه متعاطف؟ لا، نحن هذه ما عم بكبت مشاعري ابدا. اوكي، عم بين مشاعري، عم بعمل اكسبريشن وعم بعبر عنهم، بس باعتدال، بطريقه بذكاء. مزبوط، بذكاء، انه I'm able to control them. في شيء بده بكي، بس مش انه ابكي 20 ساعه. من هيك بتشوفي العالم بتراقبي، صار حدث، هي بكت، هي صرخت، هيدي ما قدرت تبكي، ما عبرت ابدا. يعني هون ببين كل واحد كيف عنده الايموشنال انتليجنس تبعه. مش يعني مشاعر وواحد انسان ما بحس مع الاخر، حدا بحس كثير، حدا مش هيك. لا، ما لازم اصلا الانسان ما يحس بالعالم. وفي نحن بالبرمجه اللغويه العصبيه بنشتغل شيء اسمه ال NLP perceptual positions، كثير بنحكي فيها، ثلاثه positions. انت وانا وخلينا نقول قاعده معنا مي، ليتس سي. كل واحد منا عم بيشوف هالشجرة اللي وراكي من غير زاوية. انت حتشوفيها تشرحي لي عنها بطريقة مثل ما شايفتيها. انا شايفتها غير، ما حتكون شايفتها غير. من هون انا البوزيشن تبعي، يعني انا كيف بشوف الامور من خلالي، غير ما بشوفها من خلال شخص بوجهي. يعني اذا انا بحط حالي محلك حافهمك، حافهم مشاعرك. واذا بحط حالي محل شخص ثالث ابعد، كأني أنا بعدت حالي عن المشاعر، يعني بطلت المشاعر تأثر علي كتير، خففت. وأحيان إذا من خلالي حتكون قوية. ولازم استعمل الثلاثة هون. الذكاء، عرفتي؟ هيدا مظبوط الذكاء. يمكن ما بعرف إذا هي مانيبيوليشن كمان للأفكار، يعني حدا 100% هي ما هي مانيبيوليشن. كأني عم بعمل مانجمنت، كأني أنا عم بقدر أعمل مانجينج، عم دير المشاعر تبعي. وإذا أنا محلي كتير حلو، بس نشتغلها نحن اكسرسايز. اذا انا من هون عم شوف الامور بس من خلالي وبس، ما بقبل غير، بكون انا انسانه انانيه. واذا انا بس عم بحط حالي محل الشخص اللي بوجهي دائما وانا ما كاني موجوده، انا بطلت فكر بحالي، مش عم بعمل سيلف مانجمنت، عم بعمل سوشيال، عم بعمل اللي حولي. ثالث بوزيشن، تجردت من المشاعر. اذا دائما انا بموقع ثالث اللي بعيد عن الكل، تجردت من المشاعر. طب هيفا، بموقف معين كيف بدي اقول لدماغي فصول؟ يعني فصول لتقدر تكمل بحياتك. يمكن الدكاتره كثير، يعني اللي بيكونوا بمهنه الطب صح، وعندهم مريض بين ايديهم، بين حياتهم فيها مسؤوليه، يمكن بيتجرد من عواطفه الشخصيه ليضل عنده شغله ويقوم بمهمته. صح، اكيد. تخيلي مثلا جاينيكولوجيست اللي عم بيخلقوا بيجيبوا بيبيز، قد ايه عندهم مسؤوليه كثير قويه. احيانا بيموت البيبي تحت ايدهم، اكيد رح يتاثروا، بس مش رح يتاثروا ويوقفوا شغلهم. ليتس سي ايه، يعني شخص تاني هيدا ذكاء عاطفي. هيدا ايه. وهن كمان ما تنسي بالحياة، مش بس انا شو بقول لدماغي، انا بخدع دماغي دايما من ناحية، ومن ناحية تانية التجارب بتعلمني وبتصير عندي هابت. يعني اذا انا دايما صار هيدا الحدث المعين، let's say موت، انه تضايقت وزعلت بس ما عشتها، ما قعدت شوف الصور، ما قعدت اسمع شو عم بيقولوا، ما قعدت بهالموقع وقت طويل، فصلت شوي، بعدت، بعود دماغي انه انا دايما حاتاثر هالقد. عرفتي؟ هي عادي للدماغ. اوكي. ولازم نعمل فيكينج احيانا، يعني لازم نخدع دماغنا. نعم.
بشغلنا كيف نحن فينا نفعل اكثر الذكاء العاطفي؟ كثير مهمه بالشغل. اول شيء متى الانسان اللي بيشتغل بذكاء عاطفي بكثير ستابس هلا رح اذكرها بيكون شغله احسن. عم تخيلي كل ما واحد قال لك كلمه اتضايقتي، اذا اجى حدا معك بالشغل اليوم مضايق ومزعوج وتنزعجي مثله ما حيطلع منك شغل. ونفس الشيء اذا كان مرتاح، يعني بكل الحالات انا لازم اعمل كنترول بشغلي بالبيئه اللي قاعد فيها لحتى يكون شغلي ماشي وقادره اعمل كنترول. احيانا واحد بيقول لك ايه من دون، يمكن واحد قال لك كلمه كثير سايقه وضايقتك حسيتي بزعل، ايه. زعل هو نوع من النيجاتيف ايموشن ليتس سي. طب انا بدي فوت احكي مع غيري، ما بدي بين زعلي، ما عم بخفيه بس عم بقدر اتحكم فيه، لا كاني خدعت دماغي انه انا ما تاثرت. اوكي، بعمل كانسليشن لجملته، يعني بقول له لراسي محل. بالعكس، مثلا لنقول انت مريضه اليوم، بعطيكي مثل بسيط، ماني مرتاحه، لا بيسالك حدا ماني رايقه ابدا مش مرتاحه، يمكن مش مرتاحه بس رح اتحسن هلا رح صير احسن. دماغي بيسمعون عن جد، دماغ حدا انه شيء بجسمنا كثير اذكى منا، يعني قادر يعملنا كنترول بلا ما نحس. احيانا بنخدعه بالحكي وبنخدعه بالضحكه، ما في ابتسامه بنقول فيك، صح؟ طيب ما كمان بنتعود نحن حتى لو زعلانين عم نبتسم، ما هيدي انا عودت حالي، بعود حالي كمان بمشاعري اعمل لهم كنترول. يمكن اوقات مثلا بتجي على الشغل بيجي حدا بيقول لك نصحانه او مبشره او كبران، للاسف كثير بيقولوا على الاشياء السيئه. شو كيف بتكمل نهارك لو هو شيء يعني مثلا بدك تتعود؟ شو بتقولي لدماغك؟ لا ما معهم حق، لا يمكن معهم حق، بس انه اجى شو بقصر؟ هو بس نتعود نعمل كنترول بنبطل نتاثر شو بيقولوا. بس اذا انا بدي جاوب دائما بدل ما انا امشي معهم، لانه هيدي صارت نقطه ضعف عندي. أوكي. قلت له ايه ولا نصحاني معك حق، إيه هيك انا بقول؟ وصلت له المسج، لا وصلت له المسج، نجح هو وخسرت انا. إيه شو لازم انا شو يمكن نصحاني ايه بس انه عادي، يعني شو بيأثر؟ انه ما بتخلص الدنيا، ما بتاثر، او هالشيء مش زعجني. بس قول شيء مش زعجني على دماغي بتوصل انه انا ماني مزعوجه لما انزعج من الكلام. يعني ما بسكته وبقول له ايه معك حق، مش هيك او لا يمكن أو معك حق وماني مزعوجه كرمال ما انزعج، مش كرمال لانه عن جد انا ماني مزعوجه. ليقول لك نصحاني هو بيعرف انه النصاحه عندك نقطه ضعف. ايه. والناس منا هيني، يعني انا بشوفي كثير عالم بصير عن جد عم بركز، ليلى هيدا الشخص بيقول له ليتس سي مبيض، ما بحب البياض، لي شعرك منه مرتب لانه شعره كونسان عندها، لي كذا، عرفتي انه بيعرفوا العالم نقاط الضعف من حكيك، يعني بس تقعدي مع شخص دائما حكيك عن شو؟ عن العالم، عن اللبس whatsoever، عن الاولاد نقطة ايه ضعف. هن دماغهم بتعلق عندهم، بصيروا كل ما يلتقوا فيك بيعرفوا لك نقطة ضعفك. اوكي، كيف بشتغلها بذكاء مع الناس؟ يعني شو بقعد بحكي مع الناس؟ انت كرمال انت ترتاحي، نقل لك حدا لتسي عن ثيابك انه يي كنت تلبسي احلى، اوكي يمكن بس مش مزعوجه، بس تقولي مش مزعوجة دماغك سمعها ما بتنزعجي، ما بتنقلي هالنيجاتيف انرجي عليكي. لازم اقولها الكلمة، قوليها وقوليها للشخص لتعملي تتعبري. أوكي. ما تكبتيها، نحن ما عم نكبت، نحن وير مانجينج. خلينا نروح للذكاء العاطفي بالعيلة، يعني بمربى الاولاد، كيف نقدر نبلور الذكاء العاطفي مع اولادنا مع محيطنا العائلة؟ كثير مهم مع الاولاد، اذا ولد مثلا ذكي الولد اكثر منا، نحن بيلوي لنا قلبنا، هون انا عم بتاخد بالايموشنز تجاه اولادي وهي اكثر نقطه ضعف عند الام. مثلا وقع بصير ابكي معه انا واتضايق معه، انا هون يعني مش منيح ابدا لانه خليت الايموشنز تبعه ما يعمل لها مانجمنت، صار يعمل لها اكسجريتنج يزيد. ايه انت بهالوقت اذا بتقولي له حبيبي واوكي ومعك حق وسلامتك وبرمتي ويو اجنور، اعطيتيه مشاعر وحسستيه بوجودك بس بنفس الوقت ما عملتي فيها، يعني ما عملتي اكساجريشن، ما ضخمتيها، عملتي مانجمنت وبعدتي. بس ما بيكرهك بهاللحظه؟ لا ابدا، بيكرهك اذا ما عبرتيه نهائيا. اذا كثير رحتي باتجاهه وفتي على السبيس تبعه وعلمتيه هو يصير يعمل هيدا الشيء ليلفتك دائما. يعني اعملي مانجمنت، كيف نحن بنحكي على السبيس على المسافه بالعلاقات، نفس الشيء وي مانج اور ايموشنز، ما بنعطي اكثر ولا انه بنكون بعيد. اوكي، روحت اجرك موجوع، ايه بتعملي له شو بده، بيمشي الحال وكمل خلص سلامتك وايه، يعني ما بعطي هالوقت الزايد. اوكي، بالعلاقات بالعلاقات العاطفيه في ذكاء عاطفي؟ اكيد، اهم شيء الريليشن شيب بنقول. اوكي، لانه شايفه العلاقات هي اساس، وبس قول علاقه مش الكابلز بس مع الناس، وهي اصعب بارت.
قدي في ناس بتنزعج كل ما حدا قال لها حرف وبتشوفيها واو ونحن بنقول ايه قدي هي عن جد غير شكل، بس كيف دغري بتوقع لان مش شغلين على السلف اويرنس على الوعي الذاتي تبعهم. فبالعلاقات كتير اساس، اهم شيء ما حسس الشخص الثاني بمشاعري السلبيه، هون انا بكون عم بعمل كنترول. أوكي. كيف قلت لك مثل اذا قال لك عن اي شيء انه يمكن معك حق بس ماني مزعوجه، عودت هيدا الشخص ما بقى يحكيني عن هالموضوع. شغلي تاني كيف بقوي علاقتي بالشخص، شو ما عمل ما لازم اتأثر، يعني دايما لازم انا احكي مع حالي انه انا اذا هيدا عمل هيك انا كشخص شو عم بتأذى. نحن المشكله دايما ليش هيدي اكثر مشكله عند العالم الايموشنز ما بنتحكم فيهم، يعني واحد بيقول لك كلمه قادر يروح لك اسبوع من حياتك تقعدي لوحدك، هاي الكلمه شو اثرت علي انا كشخص؟ واذا حكاني شيء حلو حتى شو اثر علي؟ حتى في شيء واحد اللي بتعقدي وبتجنني وشغلك بيعقد يمكن عم يبيعني اياهم سوري حكي، ما لازم يكون انا عم بتاثر بمشاعري من خلال شخص. يعني ما لازم مشاعري تروح وتجري مع اراء الناس ان كان حبيب أو صديق خي ولد، صح مين ما كان. بس اوقات بالعلاقات هيفا يعني اكيد بدك تنزعجي او ايه؟ اكيد يمكن العلاقه صح. ما تستمر اذا هالقد في حدا كل الوقت عم بكب عليك اشياء نيجاتيف ما عم يعطيك ولا كلمه حلوه لا على شغلك لا على ادائك لا على شكلك ولا شيء، وانت كل الوقت عم بتقولي ايه شو بده ياثر معي ما ببطل. لا هيك لا لكن هيك بالعلاقه اذا الشخص الثاني تقريبا خالي من الايموشنز تجاهك كمان ما هو لازم يعطيك قلنا، فانت كمان رح تحسي هيدي السبيس صارت كثير بعيده، هو رح يعني رح تبعدي عنه. مش معقول الانسان يعيش من دون ايموشنز مع شخص، ما نحن قلنا في بوزيشنز كمان انا بدي احط حالي محل الثاني شو بحب اعطيه بس بعطيه دائما بنقول ضمن الحدود، يعني هي قصدي يكون في اعتدال. اوكي المانجمنت للايموشنز مش معناتها ما بعطي، لازم اعطي بس مش انجرف بالعطاء، بس مش انجرف نفسي. ومش ما اعطي بالمره مثل ما قلنا الثيرد بوزيشن شخص بعيد خالي من العواطف يعني ما عم بيتاثر ابدا. وهلا انت بتكوني قاعده مع اثنين ثلاثه من اصحابك بتسمعوا بحادثه كثير بشعه وانه عادي بتقلك وحده ابدا ما حست، حدا بتقول يا الله وبتعيشها كثير، حدا بتقول عن جد حرام، بس ضمن حدود. شوفي الفرق. اللي ضمن حدود هو الثانيه اللي شاغل على نفسه قادر يعمل مانجمنت للايموشنز تبعه، قادر يتحكم بمشاعره بطريقه ما تاثر على اوتكم عنده على شيء طالع منه. شو التكنيك اللي الواحد لازم يعملها ليحفز هالعواطف او هالذكاء العاطفي؟ لانه قلتي لي ما بنخلق اكيد نحن بنتعلمها إيه؟ كثير في ستبس، بس اهون شيء طريقه الحكي مع حالنا. اوكي انه ما نخلي المشاعر تسيطر علينا، اي شيء بيصير بنقلبه لايجابي، بمعنى تنقول ماني مرتاحه اليوم، ان شاء الله اليوم رح كون مرتاحه، اعكس الكلام، عود حالي انه الايموشنز ما عم بتاثر علي سلبا. هيدي وحده شغله وحده، الشغله الثانيه اللي بقوي الايموشنال انتليجنس والعلاقات بيعمل مور كوميونيكيشن مع الناس، مش معناتها بيتجاهل العالم وبيعيش لحاله انه انا بدي ارتاح ولا قررت بطل اتعاطى مع العالم، لا، تعاطى معهم وما تتاثر فيهم. اوكي. يعني انت ومعهم موجوده اوكي، بس توصلي على البيت بدك تحاولي تخدعي دماغك وكانه ما صار شيء. هون نحن بنكون عم نعمل كنترول على الايموشنز تبعنا بالسوشيال واي بالاجتماع، يعني الاستفاده من جمال القعده مع الناس وبتاخذ الشيء الايجابي. بعدين نحن قليل ناس بتفكر هيك بلونش، مين ما قال لك ملاحظه بتخليها نيجاتيف بتزعليها بنومك بس تقول ليه هذا الشخص بعده بعقلي، ليه ما بقول انه هيدا حافز الي غير بمحل جرب، لو ما قال لي لا، يعني احيان نحن لازم نكون ذكيه ونعرف في قصص بيقولوا لنا اياها بنقول لا وانا مش هيك وانا ما عملت هيك. بدل ما نحن نكون عندنا كونفيدنس كافي نسمع نصغي ونفكر للاخر انه عن جد ممكن انا اجرب. أوكي. ساعتها انا لا عندي سوشيال اويرنس، مش كل ما واحد حكاني بدي اقول له لا ما معك حق. بتعرفي انت عم تحكي هيفا يعني منه كثير بعيد من الكالكول، يعني الذكاء العاطفي منه كثير بعيد من الاي كيو، لانه صح. انت عم يعني تطرحي مساله
عم بتحط الفورمير وعم بتشوف الاكويجن شو اعطتني ريزلت، يعني دائما الريزلت يس إيه؟ بتكون منيحه، بس الاي كيو المشكله انه هي كمايند شو عنده معلومات ومعرفه. صحيح. ايموشنال انتليجنس ايه كأنه. ما ضروري يكون عندك معرفه كثير، تتعلمي كيف تعملي كنترول. في ناس كثير ما فايته على مدرسه، شوفيهم إيه؟ كثير شاطرين بالتجاره بشغلهم واصلين لوين، ما شايفين استاذ بالمدرسه. عن جد في ناس ما فاتوا نهائيا، يمكن سنه سنتين، شوفي وين واصلين. في شيء اسمه كمان ستريت انتليجنت 100%، اخذ خبره سوشيال اويرنس، يعني عنده عن جد ذكاء الشارع مثل ما بيقولوا. ايه عنده كوميونيكيشن سكيلز كثير عالي، ما قعد بالبيت لوحده، عمل انتراكشن مع العالم، استفاد من شخص بشخص. الكوميونيكيشن مع الناس كثير لها اهميه، لانه بتخليني اكسبوزد اكثر لعده انواع من الشخصيات، كيف بيتصرفوا، كيف بيتحكموا بمشاعرهم، وانا بتعلم منهم. أكيد. فهي هيدي شغلة مهمة، الكوميونيكيشن مع الناس، يعني لازم أظهر، لازم أحكي مع ناس، لازم يكون عندي كتير جمعات لأقوي الإيموشنال انتليجنس تبعي. ومن كتير فئات من الناس، مش التزم بفئة معينة من العالم. أكيد، هون الإنسان الذكي، في ناس كتير ناجحة بتقلك مش إنه أنا ولا هاي أنت، يعني مثل ما بيقولوا بروفايلي يعني كتير أحسن، إنه ما بظهر مع مين ما كان، لا، الإنسان الذكي بيظهر مع مين ما كان وبيضل يستفيد من كل شخص بشيء. قد ايه بحاجه هذا الانسان للثقافه، يقرا كل شيء، يفهم بكل شيء، يحضر كل شيء، مش ضروري يحفظ الكتب يعني. لا بس ايه، بده كمان يزيد معرفته بالامور. اوكي. ولازم يعرف اكثر كيف نتحكم بمشاعرنا لحتى نقوي تصرفاتنا، تكون يعني نحن ناجحين، شغلنا احسن، الاكشنز تبعنا تكون افضل. طبعا فيها ليفلز، يعني بالاي كيو بنعرف في ارقام، فيها ليفلز بال ايه. في ناس عندهم very high emotional intelligence ما بيتأثروا نهائيا بقصص سلبية، يعني بتفوتي شغلة سلبية حتأثر على حياتك أو على شغلك، بتشوفيه دغري بيعمل لها deletion. هودي ناس الناجحين بالشغل مش عن عبس، ما فيني أقول أنه هيدا ولاو كيف كان هيدا ابن مين، كتير نحن بنقولها انتقاد أنه ابن مين كيف صار هيك، صار هيك لأنه ذكي، عنده ذكاء عاطفي، مش عن عبس وصل. ما في حدا بيوصل الا ما عنده سبيسيفيك بروسس لحتى وصل، وما نستهون. هيفا، وكانه الناس اللي هلا علقانه بشغلها او ما عم تتطور، او الاولاد بالمدارس بالجامعات، ما نوقف انه خلص هالقد قادر يعطي، يمكن اذا حولناه وعملنا عليه تدريبات للذكاء العاطفي يمكن يتطور ويتحسن 100%، لانه بيتعلمها. ما لازم نحن نشوف الشخص انه منه معلم، ما معه شهاده، ما لك البوزيشن تبعه. وسوري بالبنوك بتعرفي قبل في ناس يكونوا كافي بوي، عم نقول تي بوي، صح؟ اللي بيصب الشاي والقهوه للعالم، ومع احترام الكل، كل حدا شاطر بمهنته. هيدا الشخص ممكن يوصل لوين، وكثير كان حط امثال عنا لانه اشتغل على حاله وبيسمع مع الكل وبيفهم القصه، بيفهم مهم نعمل ليسننج، صح؟ كتير الأساس نحنا نسمع نصغي، مش كل ما واحد حكينا نحنا كشعب كتير العرب إنه أنا بعرف، إنه أنا لا ما تحكي، أنا ما بدي أسمع، خليني أسمع، مش بس أسمع، فكر باللي سمعته قبل لشوف إذا أنا عن جد ممكن استفيد، غير بشي. قلتي لي اللي عنده ذكاء عاطفي هو إنسان ناجح، شو كمان ممكن يكون الكاركترستكس تبعه؟ أول شي بيكون عنده وعي ذاتي، يعني بيعرف يعمل كنترول لمشاعره، هو سوشيال يعني سوري سيلف أوير. أوكي. عنده وعي ذاتي لإله، عنده سوشيال اويرنس، كيف تعاطي بالمجتمع، عنده كثير ريليشن شيب سكيلز قويه، عنده كثير علاقات بناس وناجحه، ما عنده ناس انه بينزعجوا يمكن منه الا قليل، لانه قادر يعمل محبوب سكيلز. يعني محبوب، بيكون صح؟ محبوب. أوكي. بشغله اكيد بيكون كثير شاطر، لانه هو ما عم بيستعمل الاي كيو، عم بيعرف يلعب على مشاعر شخص بشخص، او يشوف مشاعر شخص بشخص، بيفهم التانيين. فينا نفسرها بالعربي، انا عم بفهمك، انا عم بحط حالي محلك واتفهم كيف انت حاسه اليوم، مش عم بلومك ولا انه عم شوفك غلط، عم بتفهم مشاعرك. هيدي يعني كثير قوه مفترض ومهمه، لان بتصيري تتقبلي كل اللي حولك. بلونش، انت وقتها تكوني عم تعرفي مشاعر الشخص ليه عم بحس هيك، حتفهميه وحتتقبليه وحترتاحي، انه بتبطلي تحاكميه وانت بتكوني مرتاحه، عندك وعي انه انا ليش بدي احكم على هيدا الشخص، بفهم ليه حاسس هيك. هيفا، بصير عندك وكانه في فاصل، يعني بتحسي بجسمك في فاصل بين عقلك ومشاعرك تجاه الناس؟ ايه يس، بتبلشي تشعري انه موجود صح هالوول؟ صح هالقد ايه،
عن جد كتير مهم اللي بيوصل لإيموشنال انتليجنس عالي قدي بيرتاح وبيعرف يفصل ايمتى قلت لك بحس بالامور امتى بفكر باللوجيك تبعه. طب شو الفحص اللي بينعمل للانسان ليعرف حاله قديه علاماته بالايموشن؟ لكن ما في فحص، نحن انه اكثر بنشوف البيهيفيرز تبعه وتصرفاته وشغله، العالم اللي بيقعد معه مع اولاده. اوكي. وعم في على فكره كثير هلا عم نشتغل ايموشنال انتليجنس للمدارس، انا حدا عم بعمل ورك شوبس لهذا الشيء، لانه المعلمات بيحكموا على التلميذ بعلامته للاسف، وهيدا التلميذ يمكن بيجيب 1 على 20 ويكون انسان ناجح بالحياه، ونحن عندنا امثال كثير، يمكن 20 على 20 وما عنده شغل ومش ناجح. من هون نحن صرنا نفرق بين اي كيو واي اي 100%. شكرا لك هيفا ملاعب، اهلا وسهلا فيك. هلا فيك. بيوم Thank جديد you. فاصل بسيط مشاهدينا ومنتابع.